السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد فراج، وده الدرس رقم 27 من كورس تعلم برنامج كورة روم الأساسيات الاحتراف. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن آخر جزء في الجانب النظري في الكورس، ألا وهو الهوامش. هنتكلم عن الهوامش أو الجايد لاين، وهنتكلم عن أدوات المحاذاة وتوزيع الكائنات داخل برنامج كورة روم. هنبدأ أول حاجة بالهوامش، وإيه هي الهوامش؟ هفتح كده صفحة، هفتح من هنا كده صفحة تانية منفصلة. ايه هي الهوامش؟ الهوامش ان انا اقدر اسحب خط من هنا او خط من هنا، ده اسمه هامش او جايد لاين او خطوط ارشادية. طيب الخطوط الارشادية استخدامها ايه؟ هقدر استخدمها في ايه؟ اثناء ما انت بتصمم شعار هتستخدم الهوامش، تقدر تعمل النسبة الذهبية من خلال الخطوط الارشادية. كذلك وانت بتصمم غلاف او صفحة لمجلة تقدر تستخدم الشبكات في ان انت تعمل تصميم كويس يكون متناسق مع بعضه، وتوزيع العناصر فيه متلائمة مع بعضها البعض. وتقدر برضو في الطباعة بتسيب هامش كده وليكن مثلا نص سنتي، بحيث ان انت ما تضيفش على الاطراف كتابات او حاجات مهمة ممكن تروح في القص في مرحلة ما بعد الطباعة. يبقى دي فايدة الخطوط الإرشادية، وحاجات كتير جدا هتظهر لك وانت شغال تقدر توزع من خلالها، تقسمها مثلا مربعات، تقدر تقسمها مثلا حاجات زي دي وتبدأ تضيف فيها عناصر، هنا مستطيل وهنا مستطيل، عناصر معينة يعني إمكانيات، يعني استخدامها هيكون غير محدود معاك، وتستخدمها هتلاقي نفسك تلقائي بتستخدمها في أمور كتيرة جدا. يبقى دي الهوامش أو الخطوط الإرشادية أو الجايد لاين. طيب انا اقدر اوصل لها منين؟ من بان انت تروح على المسطره تسحب كده خط او هامش افقي، وتقدر تسحب هنا واحد راسي. طيب اقدر اعمل لها تدوير، اقدر بان انا اضغط كليك بس عليها كده واروح في الزاويه في اي مقبض من دول، وابدا الف شمال ويمين بالزاويه اللي انت عايزها، او تضغط شيفت او كنترول بحيث ان هو بينقلك 15 درجة ب 15 درجة، وانت ضغط كنترول بينقلك 15 ب 15 درجة وانت بتتحرك. طيب او تسيب تشيل ايدك من على الكنترول وتكون حرة كده وتحركها بالزاوية اللي انت عايزها. انا لو بعمل مثلا من الاساس اقدر ان انا مثلا اضيف جايد لاين واقول له مثلا اعمل لي جايد لاين بعد 1 سم، وبعدين اضغط اد كده جاب لي بعد 1 سم، بعد 2 سم، بعدين اد 3 سم، بعدين اد، وارجع بالعرض، اختار بالعرض. لو انا محتاج اعمل شبكة متساوية ارجع اقول له انا عايز بعد 1 سم، 2 3، هيبدأ ان هو ايه يعمل لك يضيف لك شبكة بالطريقة اللي انت عايزها. طيب انا هنا كنت محتاج دي بعد 1 سم، فجيت لي بعد 2 سم، جيت لي بعد 3 سم. اقدر بسهولة جدا ان انا اضيف القيمة هنا، انا اخطات وكتبت 3 اكتب 2 وما اقولش اد بقى، اقول موديفاي كده ظبطهالش تمام، وتقدر تكمل كده للاخر خالص. يبقى الشبكات مهمة جدا في شغلك، وهنتكلم بعد كده فايدة الشبكات وازاي ان انا اصمم شعار واصمم صفحات باستخدام الشبكات، اصمم اغلفة مجلات او صفحات من مجلات باستخدام الشبكات. طيب الجزئية التانية في الدرس النهاردة وهي أدوات المحاذاة. أدوات المحاذاة من كنترول وشيفت وإيه أو اللاين، هي تظهر لك كده، ظهرت لي أدوات المحاذاة. طيب نروح للصفحة الأولى، إيه هي بقى أدوات المحاذاة؟ أقدر برضو إن أنا أخفي المسطرة بتاعتي أو أخفي الهوامش من خلال الضغط هنا كده، هي موجودة ولكن اختفت عن عيني بحيث ان هي ما تشتتش نظري وانا بصمم. المحاذاة اقدر احاذي، خلي كل الاطراف من فوق، المستطيل ده خلي المحاذاة افقية، محاذاة لاعلى ومحاذاة لاسفل واليمين واليسار والسنتر، اقدر ان انا احدد عليهم كلهم كده. وهقول لك اختصارات جميلة جدا، اضغط على تي يعني معناها توب محاذاة لاعلى، بي محاذاة لأسفل، ال محاذاة لليفت لليسار، ار محاذاة لليمين، سي اعمل لي السنتر،
بي هيخليهم لي كلهم في نص الصفحة، يبقى كده المحاذاة. نروح على التوزيع، محتاج إن أنا أوزع دولت كلهم بحيث المسافات تكون ما بينهم واحدة. أنا مش هضيع وقت في الحتة دي كتير، أنت جرب هنا المحاذاة، ولكن أنا هختار لك حاجة بس كده نجربها. أنا محتاج إن هو يعمل لي محاذاة للأشكال دي كلها، ويخلي لي المسافات ما بين كل شكل واحد. هروح هنا كده عمل لي محاذاة للأربع أشكال وخلى لي المسافة واحدة ما بينهم. طبعا في الرسم الهندسي لو بتصمم حاجة بقى عشان الليزر أو برضو بتستخدمها في شغل المطبوعات، فأنت لا غنى عن أداة المحاذاة، دايما هتلاقيك بتستخدمها في الشغل. هنا تجرب بقى يعمل لك محاذاة في السنتر الصفحة ولا خارج إطار الصفحة والحاجات اللي زي دي، مش هاخد فيها كتير ومش هتكلم عنها كتير عشان ما نضيعش وقت. اللي يهمني انك تعرفه دلوقتي برضو بعد ما عرفت الحاجات دي، احنا اتكلمنا عن الجانب النظري كله في الكورس، احنا ندخل بعد كده للعملي، ولكن من دلوقتي تقدر تتخصص ايه اللي انت حابب تعمله بالظبط. لو انت ناوي بقى ان انت تكمل في شغل الليزر وتعمل بوكسات وتعمل حاجات زي دي، فاحنا مش هنمشي في المسار ده. المسار ده هتلاقيه قنوات كتير بتشرحه على اليوتيوب، او انا بعيد عنه اصلا في الفترة الحالية، وما عنديش القدر الكافي من المعلومات ان انا اشرح لك واقول لك ان انت تقدر تعمل كذا. لا، في ناس افضل مني كتير وعندهم خبرة كتير، يدخل على اليوتيوب هتلاقي ناس كتير قوي، وتدخل في جروب كور العرب هتلاقي فنانين ناس كتيرة جدا بيشتغل في المجال ده، ومنهم الاستاذ طارق الخطيب. فهتدخل قناة الاستاذ طارق هتلاقي حاجات كتيرة جدا هتفيدك، والراجل بيشرح بطريقة كويسة. وفي قنوات تانية للاسف انا ناسي اسم القنوات، ولكن ادخل جروب كور العرب على الفيسبوك هتستفيد لو انت ناوي شغل الليزر وشغل البوكسات والعلب والخشب والقص والحاجات اللي زي دي. لو انت ناوي ان انت تعيد رسم الفيكتور وازاي ان انت تحول صورة لفيكتور وتعيد رسمها بحيث تجهز صور للكتر بلوتر، تجهز صور. لو انت ناوي تشتغل في مكتب دعاية واعلان، ناوي تشتغل في مطبعة، ناوي تعمل تصميمات على الانترنت، إعلانات وغيرها، فأنت كمل معانا الكورس إن شاء الله هتستفيد. الفترة الجاية كلها عملي، نتعلم إزاي إن إحنا نصمم كارت شخصي، فلاير، بروشور، بروفايل أو كتالوج، كل الحاجات دي إن شاء الله هنتعلمها. والأساس الدروس اللي فاتت كلها كانت أساس للي إحنا هنقوله. ففي بعض الناس قالت لك لا ده الدروس كبيرة، وفي بعض الناس علقت لي كده وقالت لي بعض الدروس كتيرة أوي، 26 وصلنا ل 27، امال بعد كده مش عارف. لا، انا كنت قاصد ان انا كل جزئيه في البرنامج اعمل لها فيديو خاص بها. لايه؟ في ناس بتدخل تسال على حاجه معينه، فانا مش هديله فيديو فيه معلومات كثيره او شامله حاجات كثيره، او لا، اللي بيدخل يسال على الحاجه المعينه يروح يوصل على طول للفيديو المناسب. فبجانب كمان ان الدروس اللي فاتت كلها دي تكون مرجع لاي حد انه بيتعلم برنامج الكورل، مش هيفرق معاك الاصدار اللي احنا قلناها هيمشي مع كل الاصدارات، فهتكون مرجع لناس كتيرة قوي، لان محتوى التعليم الكورل مش كتير. هو طبعا الفترة الاخيرة كام سنة الاخرى بقى موجود محتوى عربي جيد، ولكن مش بالقدر الكافي مقارنة بباقي البرامج. وفي الختام، اذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير واشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.